السكوت عليه من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية طبعا هو كتجديد، هذا منتهي الموضوع، يعني لا يمكن الدخول بالمناقشة فيه دوليا، أمميا، داخليا، خارجيا، الموضوع منتهي سياسيا. لا يوجد تجديد لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الوزراء، فبالتالي أنتم خسرتم الطرفين، خسرتم تجديد الولاية هذا منتهين من عنده، وخسرتم أيضا شارعكم وجمهوركم، لأنه ولا كلمة استنكار ما صارت منكم، والشعب العراقي ناس دماء تقتل وسيارات الإسعاف تنقل وضحايا وصراخ أطفال، وأنتم تتفرجون على التلفزيون مثلكم مثل حتى الإعلامي والناشط كلها أفضل منكم، لأن على الأقل نددوا، وأنتم حتى تنديد ما صار منكم. لهذا ما يشرفنا أنتم تكونوا الرؤساء لهذا البلد يا سادة.